بالعادة بيكون أغلى من السوق العادي. تفضل أستاذ إبراهيم. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح. أستاذ إبراهيم. يا أهلا وسهلا. سمعتنا وإحنا نورين شباب السوشيال ميديا وأحلى مذيعين في الوطن العربي. شكرا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ منورين الدنيا. يسعد لي صباحك. الله يبارك فيك. بس بلا ما تكون جاي تروج لنا على السلعة لأنه إحنا على طولها بنشتريها. لا أنا معي سلع كثير جاي أروج عليها. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. كنت عم بسأل إنه يمكن في أغلب الحالات منشوف على السوشيال ميديا كثير ناس قاعدة عم بتسوق لمنتجات أحيانا بتكون غير مطابقة للوصف الموجود على السوشيال ميديا. كيف فينا إحنا كزباين أو كمرتدين للسوشيال ميديا نقدر نميز المنتج الجيد من الممتاز من الرديء؟ تمام. هو أول حاجة في تسويق السوشيال ميديا أو أنت كمستخدم في السوشيال ميديا إن الموضوع لازم يكون تحت اسم شركة معلنة. يعني لازم يكون الانستغرام اللي انت داخل عليه لازم يبقى في لوجو، في لون، في شكل معين، الشركه دي قائمه. فلازم انت يعني كمستخدم عارفه المنتج ده من خلال شركه معينه او من خلال منفذ معين معلن للجميع. فبتبقى عدد الفولورز طبعا بيبقى معلن عندك، فدي بتبقى حاجات برضو بتساعد. يعني بيبقى مش شرط اللي انت بالموضوع بيبقاش كده عايم كده اللي انت بتروح تلاقي منتج معين وكده. طبعا دولة الامارات فيها رقابة شديدة على هذا الموضوع وطبعا ما بيسمحوش لأي حد ان هو يعني يفتح المجال ده كده وخلاص ويبدأ ينصب على الناس. عندك حق. بس انا عايزة ارجع معاك للبداية خالص. اول ما هبدأ انا افكر افتح حساب على السوشيال ميديا عشان اتاجر فيه، جميل. سواء بقى هفتح ملابس، اكل، شرب، واتيفر، هعمل ايه؟ اول خطوات انا لازم اتبعها بما انك خبير في الموضوع، اعمل ايه؟ انصحني. اول حاجه كأنتي كحد عايز يفتح منفذ تسويق على السوشيال ميديا، اعملي اللوجو، الشكل، وبعد كده انت ابداي بعدها يعني اختاري قصه للمنتج اللي انت يعني استهدفي الناس اللي انت هتعرضي ليهم. يعني انا هعرض لمين؟ للناس الأكيلة مثلا، الناس اللي هم بيحبوا المطاعم، الناس اللي هم هواة المطاعم. لو انا هفتح مطعم، انا بسوق مثلا الأحجار الكريمة، انا هسوق لمين؟ هسوق لاشخاص بيهتموا بالأحجار وهذا الكلام الكريمة. معروف هذا الكلام معروف. يعني مستحيل افتح لك مطعم لناس مهتمة في الطيارات يعني، او مثلا اجيب الخيار على ناس مهتمة بالورود. اكيد دراسة الجمهور المستهدف هذا عامل من العوامل، هذا مفهوم. لكن نحن اليوم لما نتكلم على السوشيال ميديا، نحن سوري بالكلمة خليني اكلمك بشفافية. اكلم بشفافية. كثير في نصابين. يا ساتر. انا بدي اقول لك ليش. لما بدك تروح على موقع اليوتيوب بدك تشوف انه والله بيعلمك كيف تسوق. هو ما قال لك كيف تسوق، هو قال لك كيف تضحك على الناس. هو كيف تضحك على الناس؟ الاستهداف دائما شايفين المسوق انه ايه هذا بده يضحك علينا، هذا نصب علينا في سلعه. ليش عندنا الخوف؟ صدقني ده بيرجع لضمير البني ادم اصلا اللي بيعملها. ده طبعا يعني ده اهم شيء في الموضوع. ولكن انا بقول لحضرتك ان دوله الامارات مشدده جدا على هذا الموضوع، والموضوع ده ما بيعديش بالسهل، يبقى الموضوع معدي كده عليهم. اللي بيتعامل كده بيبقى ليه حساب طبعا شديد. طيب لانه يمكن اخذنا شوي المنحى السلبي بالقصه امجد. بس انتوا داخلين انتوا كده يعني انا بدي اسالك سؤال. هلا اغلب الناس بتستسهل التسويق على السوشيال ميديا باعتبار انه حتى التكلفه بتكون اقل من انك انت مثلا تسوق للمنتج تبعك على الاذاعه او على التلفزيون او صحيح. حتى اعلانات طرقيه رح يكلفك اكثر بكثير من السوشيال صحيح. ميديا. خلينا نحكي استسهال التسويق على السوشيال ميديا قد ايه ممكن يفيد من الناحيه الايجابيه يا امجد. ايجابيه ما بدنا نحكي سلبيه. ايجابيه اذا هتجيب فلوس همشي معك. لو فيها فلوس والله بص اقول لك على حاجه. انا من ضمن الحاجات اللي انا مسوق ليها مثلا الهانسبون اللي مشهوره جدا دلوقتي في جميع المحطات. يعني الهانسبون ده بصراحه من الحاجات اللي انا سوقت ليها والشركه بتاعتي سوقت ليها. يعني اسمها يعني ايه؟ هانسبون. معلقه العسل. معلقه العسل جاهزه. يعني ده من الحاجات اللي فعلا اللي موجوده في محطات. اقول اسم المحطه عادي؟ في كل محطات البترول. بكل محطات البترول دون اسامي. فمثلا يعني خدت رواج عالي جدا. وانا حتى لما عملت لها الاعلان بسم الله ما شاء الله جابت رواج. بس في بعض الاعلانات سوري منك كانت يعني تصويرها غلط.
من الفاشينيستات ومن الناس المشهورين. يعني انا لما امسك ملعقه هيك والحسها بهالطريقه واعمل البوزيشن هذا صرت بالكلمه يعني مشهد مش متقبله. انا يا اخي اعمل لي انه هي انا بستخدمها يوميا اعطيني من الطبيعه اما انه تفرجيني سوري بالكلمه اللي عم يطلع. والله انا هقول لك على شيء. والله فعلا الحاجه الطبيعيه فعلا مفيش احسن منها. يعني انا فعلا لما اخذت معلقه العسل وجبنا وروجنا ليها كانت بشكل طبيعي جدا خالص. انا ما اعرفش انت شفت الاعلان ده فيه بس لا هو مبالغ يعني شكل الناس والله بصراحه في نغمه هي يعني دي عشان يوصل لك الاحساس. هي دي ولا وصل ابشرك بس شوف والله يعني بص يعني رغم ان الموضوع ممكن يكون كجلك كمستخدم بشكل معين بس والله احنا بنتعب جدا في جلسه التصوير وفي اللي انا بعيش جوه المنتج اصلا عشان يعني انا ممكن اسوق وانفذ الموضوع ده اكتر من اللي انا اقعد اتكلم عنه. يعني بقعد فترات طويله جدا في جلسات تصوير واللي انا اوقف الموضوع بشكل معين والاستاذ امجد يطلع يعمل بشكل معين برضه. دي بتبقى والله بتقعد ايام وساعات وليالي اللي احنا عشان خاطر نطلع المنتج بشكل اسحب مرضي. اسحب الشاشه اسحب الشاشه لفوق. طب اكتر اعلان بالسوشيال ميديا. طب خلينا نتكلم معاك ابراهيم عن ازاي بتقيس انت رد الفعل او نجاح تسويقك وترويجك لمنتج معين. يعني بتشوف انه والله انا نجحت في تسويق المنتج ده او لا هو محتاج زياده بتقيسها ازاي؟ شوفي انا بقول لكل الناس اللي بتفتح سوشيال ميديا او بتفتح شركه يعني اصبر شويه على السوشيال ميديا بتاعتك. يعني لان انا ممكن اجي لك كبعض الشركات السوشيال ميديا بتستخدم الموضوع اللي انا ممكن ادي لك اشخاص وهميين متابعين. يعني مثلا مش في الاطار الجغرافي بتاعك كدوله الامارات وكده يعني فبيبقى مثلا بيجي لك ناس من بره من اسيا فبيجي لك ناس من احد الحاجات مش في الاطار الجغرافي بتاعك. فطبعا في عوامل طبعا في تسجيل ارقام تليفونات في حاجات بقى اللي انت انشاء الصفحات والحاجات دي بتبقى ليها اساليب تانية باللي انت بتيجي اول السيرش في محرك جوجل. يعني فانا بقول لحضرتك فعلا اللي احنا رغم تعبنا واللي احنا بنعمل الموضوع ده بتعب شديد جدا بس اللي احنا بنتوكل على الله. طيب هلا في فئه من الناس بتقلك انه انا ما بشتري منتج الا اذا شفت سعره غالي مثلا بيكون عندي ايمان وثقه انه هذا المنتج رح يعطيني نتيجه مثل اللي انا بديها. هدول الفئه بالتحديد خبرني كيف ممكن تتعامل معهم كيف ممكن تقنعوهم انه مو بالضروره كل شيء غالي يقدر يعطيك النتيجه الافضل مثلا. والله بترجع على حسب الناس اللي غاوي تشتري حاجه غاليه. يعني انت غاوي تشتري حاجه غاليه وانا في نفس الوقت انا معلل لك المنتج بسعر معين بسعره. يعني في حاجات اللي هي الاوفر زي انا مثلا الحاجه فيها عرض معين انا بروح عليه على الفيسبوك بتشتري واحده بسعر بتشتري اثنين بسعر واحده بتشتري كده اللي هو ده بيبقى فيها الاوفرات والحاجات دي. فده طبعا من الحاجات اللي هي بتجذب الكاستمر ليك. يعني فانا بقول لهم والله يعني انت تاكد فعلا. انا برجع لموضوع الهويه هويه المنفذ اللي انت بتشتري منه. اتاكد من منفذ من هويه المنفذ اللي انت بتشتري منها تريح جدا وتماما في اختيار عارف اسعار مثلا شركه ما كده. انا مش عايز اقول اسامي شركات بس يعني انا عايز اقول مثلا اللي انت هتدفع اقول هتدفع اقول هذه هدفع يعني بس اللي هو فعلا يعني بتبقى على حسب هويه الشركه ذات نفسها. فانت بتبقى عارفه ان ده وقت سيل وقت والمصداقيه بتاعتك فده بيرجع في الاول وفي الاخر في مصداقيه الموضوع. هلا يمكن كمان في مصطلح بالماركتينج بسموه word of mouth يمكن هو هذا اقوى وسيله لحتى يسوقوا لاي منتج هي خبره الناس من هذا المنتج وكيف بيتناقلوها لبعض. هلا يمكن هذا هاي الخاصيه متاحه لنا في الانستغرام عبر الكومنتس اللي موجوده. قد ايه يمكن الكومنتس بتساعد الناس لحتى يعرفوا جوده المنتج رغم انه في احيانا تعليقات ظالمه او سلبيه غير صحيحه واحيانا في كمان كومنتس بتكون مبالغ فيها. كيف تعملوا كنترول على هذا الشيء وقد ايه بيفيدكم الكومنتس؟ لا انت لازم تتقبل زياده الارباح. انت لازم تتقبل كل الكومنت اللي ممكن يجي على لان ده المقياس اللي انت حضرتك السؤال بتاع حضرتك اللي انت بتقولي فده يعني اي تعليق واي حاجه انت المفروض كان يعني منشئ للحساب ده فانت بتتقبل كل ما هو
بيجي لك كومنت سواء سيء سواء ايجابي سواء حاجه سلبيه زي الاستاذ امجد ما بيقولها سواء اي حاجه جايه في الوضعيه اللي هي مثلا مش شرط ان هو يخدمك يعني ك ك كمسوق. لا يعني انت لو حاجه سيئه احنا ممكن كبعض الشركات اللي انا ماسكها لا انا اقول لهم ونصيحتي للناس المعلنه اقول له لو سمحت انت بيجي لك تعليق كذا كذا لا عدل في النقطه دي لان جالك مثلا اكثر من تعليق او انتقاد او احيانا بنلاحظ انه ما في كومنتات بكثره عن منتج معين وللاسف انه والله ليس شرط اساسي ان المنتج الكويس هو اللي عليه كومنتات حسب الطلبات. والله بس هو هقول لحضرتك على حاجه اعلنت كويس واشتغلت على المنتج كويس اعلانيا واعلاميا هتلاقيه من المنتجات اللي هي سهله بتتسوق يعني انا بعتقد سهولة التسويق مزبوط انا بعتقد انه لو اخذوها بعين الاعتبار الشركات اللي بتسوق على السوشيال ميديا العربيه اوكي العربيه بكل وطن عربي لو حطوها بعين الاعتبار نحن كجمهور اصبنا بالذعر لما بتوصلنا سلعه انا دافع عليها 2000 درهم اوكي وبلاقي انه الكيس مسكر انا ما بعرف شو جوات الكيس انا ما بعرف شو جوات الكيس مجرد فتحت الكيس خلاص صار ملكي هيك شركه التوصيل سياسه الاستبداد هنا كونكت بقى استاذ امجد انا اقول لحضرتك على حاجه طيب ليش ما خليته انا بسال بسال سؤال بس لكل شركات التوصيل والدليفري ليش ما خلوا الكيس شفاف طب ما انت مش عملت له لون اعمله شفاف برافو عليك يمكن ارجع المنتج انا ما بدي اياه يمكن يطلع المنتج اقول لك على حاجه استاذ امجد انا رغم جلسات التصوير اللي انا بعملها لبعض الحسابات الخاصه ليا انا بصور يعني انا عندي ماسك بعض الحسابات مش هقول اسامي طبعا بس اللي هو للاحجار الكريمه في منطقه ابو ظبي مش هقول اسامي بصور المسباح من الاحجار الكريمه ده اكتر من 4 صور في البوست الواحد ليه لان انت كاستاذ امجد محتاج ان انت تشوف المسباح الاحجار الكريمه واللي عن قرب طب محتاج تشوفه بشكل معين طب محتاج تشوفه بوقفه معينه ايا كان ممكن فستان ممكن اي حاجه اللي هو محتاج اللي هو عده صور بتعمل عليه فهو كمستخدم انت حضرتك بتيجي بتختار المنتج ده على حسب الصوره اللي انت شفتها نعم. النقطه بقى بتاعت شفاف الكيسه شفاف او الكيسه مش شفاف يعني انا حصل معايا موقف بقول لحضرتك انا بفتح الكيس قال لي لا سوري اللي هو ايه خلاص انت هتفتح يبقى ده انت ادفع المبلغ الاول اللي موجود بره وده طبعا انا بنصح كل الشركات اللي هي خاصه عندها اكونتات على السوشيال ميديا سواء السوشيال ميديا لا اللي بيوصل لك لازم يكون شخص واعي لازم يكون شخص من ضمن الستاف ذات نفسه اللي يشرح لك فعلا اللي انا ليه الحق اللي انا افتح واشوف المنتج لان انا شفته فعلا على صوره على السوشيال ميديا مزبوط وانا كراجل هذا الكلام هاي النقطه اللي اثارت الجدل واصابت الناس بالذعر احنا لجأنا على فكره انا ببشر كل الشركات العربيه التي تميل الى خداع الجمهور المستهدف في زياده رغبتهم بالرغبه الشرائيه راح ما تتقدم وهذا واحد اثنين أكيد. لما انا بخدع الزبون مش راح يشتري مني مره ثانيه كموقع تسويقي ثلاثة أنا لجأت للشركات الأوروبية والغربية صرت أشتري من برا أكثر من جمجة أنا أبشرك بشيء أنا من ضمن هذا المسباح اللي هو أنا منشئه من سنة للأحجار الكريمة وصاحب هذا المكان يعني صبر عليه واللي أنا كنت قلتها في بداية الحلقة الصبر ما يجيلكش الشركة تقول لك مثلا أنا هزود لك 100,000 مشاهدة واللي هو جاء على الفاضي معاك لا انت حضرتك تعالى اصبر على الحساب بعد سنة ونص احنا جالنا تصدير الى النمسا وبعدين بتخيل مثل ما انت عم تحكي في شركات عربية عم ينزل سواء في شركات كمان حاملة مسؤولية كتير كبيرة امجد وانت هذا الشيء بتشوفه بواقعية الناس ومصداقيتهم يعني مجرد ما ينزلوا منتج بتلاقي هذا المنتج عم ينباع بسهولة كتير ولأكبر عدد ممكن من الناس وحتى اذا دخلت التعليقات بتلاقي كل الناس عندها تعليقات ايجابية لهذا المنتج هذا لا يعني انه هدول الناس عم بيزوروا او انه هدول الناس عم يتبعوا طرق غير شرعية للتسويق للمنتج بالعكس ممكن هدول الناس فعلا متحملين مسؤوليه فعلا ضميرهم صاحي لحتى يروجوا لمنتجات تفيد الناس يعني مو الموضوع كله هو مش ككل هو البعض انا بحكي عن الشركات اللي مالت الى خداع الجمهور يعني انا لما اجي احكي لك مثلا ايهاب انت شو طلبت شو اجاك طيب طلب شنطه ايهاب واجت له عوينات يعني نظارات بلاستيك يعني
ما بعرف. لا مش عندي. انا على فكره انا كاحد منشئين صفحات السوشيال ميديا ومسؤولين السوشيال ميديا في هنا، فانا بقول لحضرتك انا بعيد كل البعد على هذا الموضوع، وبعض الشركات اللي انا بشتغل معاها عشان ما تقفلش علينا وخلينا نروح سليم. فانا والله شوف لا انا بقول لك فعلا دي حقيقه والله فعلا. انا لو انا مش مقتنع باحد المنتجات ورفضت بعض المنتجات فعلا اللي احنا اعلن عنها، وفعلا بكل ادب، لان انا مش حاسس بالمنتج، او انا حاسس ان انا المنتج ده هيوديني في سكه قانونيه وغير القانونيه، فضميري ما يسمحش ان انا اسوق للموضوع. شوف وجودك بحد ذاته بالمقابله افاده لنا، لانه نحن بنحكي على الجانبين، ما فينا نحكي عن ايجابيات التسويق الالكتروني وما نتناول سلبياته او الترويج عبر السوشيال ميديا. للاسف في ناس متضررين، المشاهد راح ينتقدنا، اول ناس المشاهدين راح يقول لك يا عمي معقول ما في واحد وصل له بضاعه خربانه، معقول ما في واحد وصل له كان طلب احمر وصل له اخضر. حمايه المستهلك بقى يا فندم يعني. فبناخذ الاثنين، فيعني انت بتشرف وبتنور، ويعني والله الله يبارك فيك. الله، وانا طبعا يعني انا سعيد بوجودكم يعني والله، ويعني انتم بصراحه انا متشرف بيكم جدا وبدعوتكم الكريمه، وانا بصراحه يعني انا سعيد طاير من الفرحه النهارده بصراحه. تسلم يا استاذ. بس انا بضيف حاجه الاخيره بس لكل المشاهدين، اللي انا عايزكم تاكد من هويه الشركه اللي انت بتشوف بتطلب او بتاخد منها المنتج، اتاكد منها. يمكن هاي اهم يعني عنصر موجود بكل التسويق عبر السوشيال ميديا، وانتم كماركترز تبذلوا قصارى جهدكم لحتى تقدروا توصلوا لنا المنتجات اللي موجوده بالسوق، خصوصا اذا كان في ناس مو قادره انه هي تروح على السوق وتقتني هاي المنتجات. استاذ ابراهيم شرفتنا ونورتنا، خلينا نطلع بريكم بعد هالرجعه. شكرا جدا واهلا وسهلا.